السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم. الدنيا دي حالها عجيب قوي. الواحد يفتح عينيه الصبح على الجرايد ويقرأ يفاجأ بالمنشطات الحمراء المرعبة. الحرب في الصومال، 2000 قتيل في مقديشيو، مذابح في الأرض المحتلة، يوغوسلافيا على حافة الحرب الأهلية، طوابير الخبز في موسكو، روسيا توشك على الانهيار، الدبابات تقتحم محطة تلفزيون ليتوانيا ويسقط قتلى وجرحى، العد التنازلي للجحيم في الخليج، 4200 طيارة مقاتلة، 2000 دبابة، 650 ألف عسكري، 30 ألف طن من القنابل في انتظار ساعة الصفر. يا باي ده ايدي معذور والله اللي يقول ان الدنيا كلها شر وعدوان وان ربنا خلقها كده وطول عمرها كانت كده. الحرب العالمية الاولى ضيعت 20 مليون قتيل، الحرب العالمية الثانية قتلت 50 مليون قتيل، حروب العالم الثالث في الاماكن المختلفة زادت عن 20 مليون قتيل. غابة وحوش الإنسان فيها يا إما آكل يا إما مأكول، مفيش أمان. حتى النباتات فيها المتسلقة والملتفة والمتطفلة وآكلة الحشرات، حتى النباتات فيها نباتات تاكل الحشرات. هل ربنا أراد الدنيا كده؟ هل أرادها بالفعل مذبحة؟ والسؤال الحقيقة سؤال كبير ومهم. هو في الواقع إذا كان في الدنيا شر، ففي الواقع الشر سببه إن ربنا أرادنا أحرار وأراد الكائنات كلها حرة بدرجة متفاوتة، وأكثرها حرية هو الإنسان، وبالتالي حيترتب على الحرية أن يكون هناك هامش سماح، لأن نتيجة الحرية كل واحد عاوز يبلع في بطنه كل حاجة ويحط إيده في جيب التاني، والنتيجة اتنين بيتخانقوا والدول بتتخانق وتحصل الحروب. فهي دي ترتبت على دي، يعني الحروب والشرور أصبحت قرينة للحرية، والحرية هي قرينة للحياة، وهي دي السنة اللي ربنا أرادها أن نكون أحرار، وعشان كده كان لابد من إنه يعمل هامش سماح. لكن مش معنى كده ان الدنيا كلها شر والحروب مطلقة الصراح ابدا. ده الحروب ربنا جعل لها موازين، والشرور ربنا جعل لها موازين، والصراع سمح به لكن في حدود. الكائنات مسلطة على بعضها صحيح في تنازع بقاء، لكن ليس في حروب إفناء. يعني بتيجي اللحظة لما يجي الجبروت يزيد عن حده والطغيان يزيد عن حده، يتدخل ربنا بلطفه ورحمته ويقول وقف عندك، كل واحد يرجع لحدوده. وإحنا عندنا أمثلة بالفعل. في الخمسينات لما اخترعنا الدي دي تي وأعلننا الحرب وأعلننا الحرب على الحشرات، قلنا خلاص انتهت الحشرات والعالم هيتخلص نهائيا من كل البلاء اللي اسمه الحشرات وعدوانها، وأصبح في إيدنا سلاح ناسف حاسم. لكن اللي حصل إن احنا فوجئنا بإن ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يتصدى للدفاع عن الحشرات ويديها مقاومة، يربي مقاومة جواها، ما هو الرب يربي جوا أجسامها مقاومة ضد هذه المبيدات. كل ما نعمل مبيد ربنا سبحانه وتعالى يربي في هذه المخلوقات الضعيفة مقاومة له، والآخر لقينا الصرصار يأكل سندوتش دي دي تي ويقف مسلطن على الباب آخر مزاج ويبصنا ويغمس بشواربه. الله،
وكل ما نغير مبيد نفس الشيء برضه بضدة القطن وفي كل حاجة. كل ما ندي مبيد تربي مقاومة، نغير المبيد يديها ربنا سبحانه وتعالى مقاومة. يعني أكن المسألة إن ربنا في السعادة له بيتدخل بلطفه ورحمته عشان يحد من إن مخلوق يفني جنس كامل. ده ممنوع، معناها الطغيان ممنوع. في قصة لأديب روسي، قصة لطيفة قوي، بيقول الأديب فيها إنه حلم بإنه شاف ربنا سبحانه وتعالى ورآه يحنو على برغوث وبيدوي، فتعجب وبيقول لربنا يا رب سبحانك يعني ايه البرغوث ده اللي انت بتهتم بيه وتداويه؟ فربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال له انا في الواقع وجدت ان الانسان طغى وامتلك اسلحة رهيبة، فوجدت اني لازم اطول رجل البرغوت شوية عشان يبقى اكثر قدرة على الهرب من الانسان. القصة لطيفة وفيها لمحة الى مسألة التوازن، ان لما يطغى صنف يجي ربنا سبحانه وتعالى يدي للصنف الاخر المجني عليه والضحية، يدي له قوة على الهرب ويدي له سلاح يهرب بيه عشان التوازن. وفي الواقع ان دي سنة الهية ان ممنوع الطغيان، الصراع مسموح به لكن في حدود، ومش معناه ان جنس يفني جنس اخر، ما فيش كلام من ده. الحروب بمعنى تنازع البقاء مفهومة لكن ليست حروب افناء، دي ممنوعة. والجبار اللي هيسوق فيها انا هجيب له جبار يشكمه، والضعيف هكتر سلالته وما فيش حد هيقدر عليه. والملاحظ بالفعل ان كل ما الكائن يزداد في سلم القوة ربنا يقلل نسله. يعني مثلا نلاقي اضعف الكائنات اللي هي الميكروبات نسلها بالملايين، وكذلك الديدان مثلا الاسكاريس والمش عارف ايه تبيض مليون بيضة، بينما في الحيوانات الراقية زي الارانب تخلف مثلا مئات، نيجي للإنسان تلاقيه خلف 10. وكذلك الوحوش زي الأسد والنمر ولا حيوان زي الفيل يخلف له برضه 6 7 10. فأكن دي لها معنى طبعا، إن ربنا سبحانه وتعالى الضعفاء يزود في نسلهم عشان يبقى هذا النسل سلاح ضد قوة الأقوياء اللي ممكن يضغوا عليهم. ونفس الحكاية بنشوفها في التاريخ، لما طغت الدناصير من 150 مليون سنة وانتشرت في الأرض وملأت اليابسة كلها وازداد جعرها وزائرها والتهمت كل الكائنات، فربنا سبحانه وتعالى جاب للأرض كارثة فظيعة أدت إلى عصر جليدي انقرضت كل الدناصير دي، قضى عليها أصف عمرها كلها نهائي. لأن مراد الله سبحانه وتعالى إن الكل يعيش ابتداء من الهاموشة الضعيفة إلى الفيل إلى الخرتيت، لازم الكل ياخد فرصته الكاملة في الحياة. حتى البني أدمين، لما شفنا إن أمريكا اخترعت القنبلة الذرية، ربنا بلطفه ورحمته وارب الباب وسرب السر ده لروسيا، فروسيا عملت قنبلة ذرية، وبعدين السر تسرب إلى الصين قنبلة ذرية، وبعدين فرنسا، وبعدين إنجلترا، وبعدين الهند، وبعدين بقى نادي ذري كل واحد عنده قنبلة ذرية، حصل حاجة اسمها توازن الرعب، كل واحد خايف من التاني، فمحدش استعمل هذا السلاح. ده معناه إيه؟ معناها الآية الصريحة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني ربنا لما يتجبر واحد يطلع له جبار تاني يقف قدامه ويشكمه. وإيه المصلحة في الحكاية دي؟ مصلحة إن لما الجبارين ينشغلوا بالحروب بينهم وبين بعض الضعفاء ياخدوا فرصة ويتنفسوا ويجدوا المظلة اللي يعيشوا تحتها. لأن ربنا بيهلك الجبارين ويسلطهم على بعض أول بأول. وعشان كده الآية صريحة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
وأيضا بنلاحظ إن العدوان له حدود، ربنا عمل له قوانين. يعني مثلا دودة الإسكارس لو كلت كل الأكل اللي في بطن الفلاح هيموت، وبالتالي هي كمان هتموت لأنها عايشة عليه. فكانت النتيجة إيه؟ إن الدودة تاكل حب وتسيب له حب، وإن هو ده قانون الوجود كله، خد بس ما تملاش المشنة وتسيب غيرك يموت، كل بس غيرك لازم ياكل، ما تقشش اللي على الترابيزة كله. دافع عن نفسك لكن ما تعملهاش حجة وتقعد تقتل الخل اللي بيزقك زقه لكن ما تكفوش على وشه، أكن في النهاية باستمرار ربنا سبحانه وتعالى بتدخل برحمته. وإن الشر موجود صحيح وكان لابد يوجد بسبب الحرية، وإن لابد الكائنات يبقى لها هامش سماح، لكن هذا الشر ليس مطلق الصلاح، لكن ربنا بيتدخل باستمرار برحمته ويحد من هذا الشر. وإن في موازين عليا باستمرار، لأن في قانون الله سبحانه وتعالى إن الكل لازم يعيش. ونشوف الفيلم ونشوف مثال لهذه المعارك على الطبيعة. في غابات بنما، واللي بنسمعه دلوقتي اوركسترا الضفادع بتنادي على الناس، ليله رومانسيه، احنا نص الليل دلوقتي، ليله رومانسيه شاعريه، والقمر طالع، وفجاه يطب عليهم الموت زي اللهو الخفي، دراكولا المرعب. شو شكله؟ فظيع. هيجي تاني ويلف. خدوا بالكم التصوير هنا بطيء، الحاجات بتحصل بسرعة رهيبة، واحد على 100 من الثانية ينقض على طول ويروح شايلها. والغريبة ان هو عنده قدرة على المناورة وعلى الأكروبات في الهواء، وممكن يغطس وبعدين يعمل إقلاع من المية، يعمل تيكوف من المية. الاثنين اللي انتوا شايفينهم دول بيصوروا، ده ميرلين تاتل وزميله المصور، بيصوروا تصوير ليلي بالأشعة تحت الحمراء علشان ما يزعجوش الحيوانات ويسيبوها على طبيعتها، وفي نفس الوقت تصوير تلسكوبي. منظر عجيب. على فكرة ميرلين تاتل ده واخد دكتوراه في الخفافيش. ازاي الخفاش بيقدر ينشن على الضفدعة وينزل يعمل عليها انقباض على طول؟ شو ازاي العملية بتتم بسرعة وفي الضلمة المطلقة؟ طب بيعرف ازاي؟ بيريح دلوقتي اهو، يعلق نفسه من رجليه. شوفوا، هو ده الخفاش ذو الشفاه المسننة، خفاش بنما الشهير ذو الشفاه المسننة. الخفافيش قبيلة كبيرة قوي، في أنواع منها تأكل رحيق الزهور زي اللي احنا شايفينه، وفي أنواع تأكل حبوب اللقاح، في أنواع تأكل فاكهة، في أنواع تأكل حشرات، في اللي يأكل سمك، وفي اللي يأكل ضفادع زي اللي احنا شايفينه، وفي اللي يمص دم. تنوع غذائي عجيب في هذه القبيلة، وفي 800 نوع من الخفافيش، قبيلة وأمم. دي الضفدعة اللي بيحبها الخفاش جدا، اسمها ضفدعة الوحل. شوفوا هيعمل تيكوف من المية ازاي. الحكاية دي بتحصل في 1 على 100 من الثانية، لكن هي بيعملوا هنا تصوير بطيء عشان نشوف المعجزة العجيبة دي. وبعدين يعلق نفسه وينشف روحه. شوف بينشف روحه ازاي، علشان المية بتعوقه عن الطيران. وبعدين الجناح العجيب الغشائي اللي مادته زي اكنه جوانت الجراح. الغابات بنما غابات واحراش غنيه جدا بالمخلوقات والكائنات والحيوانات، وقناه بنما طويله وممتده وتطل على عدد كبير من البيئات، وفيها كل ما يخطر على بالك من حيوانات، تماسيح على ضفادع بكل انواع الضفادع، على الحيوان ده اسمه الليجوتي، ده من نوع العرسة.
قال لي جوتي اسمه، قناة بنما زي ما قلنا بتمتد وتطل على عدد كبير من البيئات، وفيها كل صنوف الحيوانات. فيها القرود السود، ده القرد الاسود ده هنشوفه كويس، ده كله اسود زي الفحم. ده خنازير برية، ده خنزير بري، ميرلين تطل ده قعد 10 سنين يعاشر الخفافيش ويصور، وده تعبان من تعابين بنما. هو عاوز يعرف الوكر والكهف وبيت الرعب بتاع دراكولا. شوفوا أنواع مختلفة من القرود. فاكتشف إن الكهف والبيت الرعب ده أكل النمل، هو ده البيت الرعب. الكهف اللي عايش فيه الخفافيش جوه ساق شجرة، داخل الساق من جوه. فهذا الرجل كان عنده جرأة عجيبة انه يحشر نفسه ويخش يعمل المغامرة دي، يخش جوه الكهف بتاع ايه؟ بيت الرعب ده. لقى كل انواع الضفادع اللي تخطر على البال. طبعا ما كانش ممكن يخش الا حشر. شوفوا دخل ازاي؟ طب افرض ان لقى مصيبه جوه وما معهوش سلاح ولا حاجه، فوجئ بكارثه، هيطلع ازاي؟ ده هيعوز ونش عشان يجره. وشوفوا الكهف الغريب. جوه الحشرات دي بتعيش على فضلات الخفافيش. وجد كل انواع الضفادع دي. الضفدعة دي ضفدعة سامة، وعشان كده يتجنبها الخفاش وما ياكلهاش، وعشان كده عاشت في امان في الكهف بتاعه في بيت الرعب، عايشة ضمن ان ما فيش خفاش هيقرب منها لان جلدها سام وبتفرز مادة سامة. الخفافيش العجيبة اللي معلقة، شوفوا الشفايف المسننة دي، خفاش بنما ذو الشفاه المسننة، وتلاقوا على مناخيره كده شريحة، هي دي بتتهز الشريحة دي، وشوفوا المخالب بتاعته، الشريحة وتعمل سوبر سونيك، تعمل أمواج فوق صوتية، بترتد الأمواج دي وبيستدل بيها زي الرادار على مكان الفريسة، طريقة غريبة أوي. يستدل على الفريسة بحاجة زي الرادار، يطلق أمواج سوبر سونيك ترتد على أي أوبجكت، وبالطريقة دي يقدر يعمل إيكو لوكيشن، يحدد يعني مكانها وبعدين يهجم عليها على طول، فما يحتاجش الإضاءة لأن ده بيتم كله سوبر سونيك بالليل في الضلمة. حاجة غريبة طبعا. شوفوا الحشرات الغريبة دي عايشة على فضلات الخفافيش، كل كائن بيعيش على التاني. ده نوع من العقارب اسمه العقرب ذو الصوت او الكرباج. ده هويب سكوربيون، العقرب ذو الصوت. دي اكبر انواع الضفادع، اسمها بوفا مورينس، وشوفوا السم اللي بتفرزه على خدها، ده سم قاتل وما بيقرب لهاش الخفاش. دي بوفا مورينس اكبر انواع الضفادع. شوفوا بيهرش ازاي
يبل ايده وبعدين يهرش، خدوا بالكم، شوف بيبل ايده وبعدين يهرش. حكه غريبه قوي. بيبل ايده ليه؟ ما تفهمش. صاحبنا طالع من بيت الرعب العجيب ده، شيء فظيع، ازاي يامن لنفسه انه يخش وايه، ومش ممكن يطلع الا بمشقه، وممكن يفاجأ بحاجات مصايب. لكن غيّة بقى 10 سنين عشرة للخفافيش ودكتوراه في الخفاش، حاجة شغلانة. هي حكاية ازاي هنا اللي احنا شايفينه ده التعبان البوا، ودي ترسة، تعبان البوا ده بيعتصر الضحية ما بيعضهاش، دي حشرات اللي هي بتمشي على المية، ودي عملنا لها حلقة مستقلة، قبيلة من الحشرات تتقن فن المشي على الماء. دي النمل الفلاح أو النمل الزراعي، ده كل نملة تقطع حتة ورقة شجر، تاخد شريحة من ورقة شجر وبعدين تخمرها وتستعملها في تسميد عيش الغراب. فالنمل ده بيزرع عيش الغراب ويعيش عليه، وعشان يزرع عيش الغراب لازم ياخد الفتافيت اللي شايلها دي اللي هي ورق شجر، وبعدين يخمرها ويسمد بيها المزرعة بتاعته. دي الحشرة اللي بتمشي على المية، شوفوا تركيبها غريب. والنمل فلاح، كل نملة شايلة السماد اللي هتستعمله، وكلهم داخلين في طابور رايحين عشان المزرعة بتاعت عيش وغراب. دي رجلين عنكبوت، خدوا بالكم، عنكبوت مدلدل رجليه عشان يحس أي زبزبة يروح هاجم على طول، رجليه عليها شعر يحس بيه، أي زبزبة في المية يروح على طول عافق. شوفوا واقف متحفز متربص، كل أنواع الطيور في غابات بنما العجيبة. صاحبنا ميرلين تاتل ده عمل تجربة، سجل أصوات الضفادع على كاسيت. هو قال لك إن الخفافيش بتيجي على الصوت، وأصوات الضفادع مختلفة، في أصوات الذكور ودي بتبقى مركبة، وأصوات الإناث بتبقى بسيطة وأضعف من أصوات الذكور. لما شغل الكاسيت، هنسمع هنا الصوت لما شغل الكاسيت، وعمل كمان شبكة عشان تصطاد أي حاجة تيجي، وفي نص الليل لما طلع القمر شغل الكاسيت، هنسمع صوت الكاسيت، فصوت ضفادع، كل انواع الضفادع اللي متسجله، لما ما فيش ضفادع فبص لقى ان كل الحفافيش جايه تجري، كلها جايه على ايه بقى؟ على الصوت، لان ما فيش الا صوت وما فيش ضفادع. وكانت النتيجه بص لقى الشبكه كل شويه تصطاد خفاش، يبقى كان الخفاش بيجي على الصوت وبيحدد المكان بتاع الضفدع عن طريق الايه؟ السوبرسونيك اللي بيطلعها من مناخيره، وامواج ترتد على الضفدع وترجع فيحدد مكانها زي الرادار. ان كان المساله كلها اصوات، يستعمل الصوت سواء كان هو يبعت صوت ويرتد، شوفوا الجناح عجيب ازاي، جناح كانه جوانت جراح، واي جرح في الجناح اذا تمزق الجناح يقوم يلتئم من تلقاء نفسه، حاجه غريبه. الجرادة البرص
كل الحيوانات اللي بتخطر على بالك، وكل واحد بيعيش على التاني. زي ما قلنا، برص ياكل الجرادة، والسمكة تاكل البرص، وخفاش ياكل السمكة، وحاجات بالشكل ده. حكاية السحب الدخان اللي طالعة دي عبارة عن جراثيم طالعة من خياشيم الايه، الفنجاي او الفطريات. احنا عملنا الحلقة عن الفطريات وقلنا الحكاية دي. هو اصطاد الخفافيش وعمل لها قفص كبير قوي. دول بقى هو قعد يروض الخفافيش واستأنسها وصاحبها، لدرجة انه بقى يناديها بالاسم، يقول لها بس 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 بس، فتيجي يقوم يأكلها من ايده. شوف، ماسك سمكية صغيرة وجاية هتاكل من ايده. مين يتصور ان الخفاش ده حيوان مستأنس، وان يمكن استئناسه وترويضه بسهولة، لدرجة انك تأكله بايدك؟ ومش بس كده، تناديك زي القطة تقول له بس 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 بس، فيجي شو بينادي، شو بيبس، نسمع الصوت وهو بينادي. نشأت صداقة بين ميرلين تاتل وبين الخفافيش بتوعه، فبقوا ييجوا ياكلوا من ايده ويناديهم. حاجة غريبة. يعني أول حادثة من نوعها، وإن إنسان يستأنس ويروض خفاش ويصاحبه، والحكاية دي تحصل في مدى ساعات فقط، يعني محتاجش إلى شهور مثلا. لا، هو بيحكي بيقول الحكاية دي خدت مني ساعات قليلة، وبعد كده اتصاحبت على الخفاش وبقيت أناديه وبسبس له فيجي فياخد مني السمكة. شوفوا جاي ازاي؟ هو من ايده. حاجة غريبة صحيح، يعني الخفاش حيوان مستأنس لكنه قطة مجنحة. ولاحظ ان هو في القفص ممكن يأكلهم اي حاجة، ممكن حتى يأكلهم همبرجر، لكن لما بيطلعوا في الطبيعة بتاعتهم بيختاروا الضفادع لان هي احب شيء يحبوه، يعني هو الطعام المفضل عندهم. لكن في القفص ممكن ياكلوا اي حاجه. هي النقطه كان عاوز يعرف يا ترى ايه الصوت اللي بيجي عليه الخفاش اكتر، صوت الذكر ولا صوت الانثى؟ الضفادع الذكر صوتها غليظ ومركب واعلى من صوت الانثى. صوت الانثى ضعيف وغير مركب. فهم اكتشفوا ان الخفافيش بتفضل الصوت الغليظ، لان دي معناها ذكر سمين، يعني معناها عشوة حلوة. فهنسمع دلوقتي الصوت اللي هنسمعه ده صوت ذكر سمين، وهنشوف ايه تأثيره على الخفاش لما سمع الصوت. الجنن جاله جنونة في دماغه، جه يجري ويحوم كل ما يدوروا الصوت، عاملين لاود سبيكر جوه. فشوف شوف بيعمل بودانه ايه، شايف؟ وبعدين ينزل وبعدين يحوم، حاجة هيتجنن. ايه اللي جوه ده؟ مش شايف ضفدع. شوفوا جايين ازاي. هنشوفه كده بيحاول يعض اللاود سبيكر ده، شوفوا هيعمل ايه. بصوا، شوفوا بيعض اللاود سبيكر، عاوز يفتحه. آية غريبة والله. هو أصلهم نقوا بقى صوت يعني سمين تمام. فالخفاش قال لك ده على هتعشى عشوة، انما ما فيش بعدها عشوة. فجه لقى الصوت وما لقاش الضفدع، فبقى هيتجن. شوفوا هيعمل ايه، شوفوا
هيقرم ال شغلوا بعد كده صوت الأنثى، فلاحظوا إن صوت الأنثى ما بيشدش قوي الخفاش، يعني يحوم كده لكن ما يتجننش. صوت الأنثى بيبقى هزيل وضعيف وغير مركب، والخفاش بيستنتج إن ده يعني أكلة ما تسواش، دراكولا عاوز حاجة سمينة. افتكر دلوقتي بيدوروا صوت الانثى، صوت الانثى تلاقيها صوت مفرد مفرد مش مجوز، يعني صوت مفرد وضعيف، وصاحبنا ده بيلف لكن يعني ما بي مش شايفين ان هو هيتجنن، عاوز يقرم البتاع لان هو عارف ان ده يعني عشوة مش ما تسواش. ده الضبع الذكر بصوته بقى اللي هو يعني وسمين كده ومغري. واحنا داخلين دلوقتي على موسم التكاثر والتزاوج، والذكور بتنادي على الإناث وكله بينادي على بعضه، والأفراح والليالي الملاح، وكل عريس بيدور على عروسة. مين اللي هيجي يطبق الفرح عليهم كلهم؟ دراكولا العجيب، لأن ده يومه، ده يومه ده. فبينزل عليهم زي اللهو الخفي. هذا الجري يا نهار ابيض، ده كل العروسه خلاص. رجليها مدلدله ازاي دي عروسه حظها تعس. كان العريس كمان وكان المأذون. شوف زي دراكولا بنهجة غريب أوي. كلمة عايزين كمان وكل مخلص يا خلص على الفرح وطبقوا على دماغهم. يا دي هتهرب دي افتكر اي هربت غطست. غطست دي عملت برضه حركه. هو الواحد منهم بياكله في اليوم 15 20 ضفدع. الضفدع الانثى بعد اللقاح بتفرز ماده زي الجيلي، وبعدين الذكر يضرب الجيلي برجليه يعمل منه رغاوي عجيبه بالشكل ده. شوفوا الرغاوي دي، بيضرب الجيلي اللي هي الانثى بتفرزه، وبيتجمعوا كلهم بقى في الرغاوي دي. والانثى
الأنثى بتبيض أعداد هائلة والذكر بيلقح البيض نفسه، مش بالأنثى، يعني علاقته بالبيض نفسه مش بالأنثى. دي اسمها الضفدعة ذات الأنف الأفطس، ودي بيحبها قوي الدراكولا، لكن بتبقى لئيمة وبتستخبى تحت ورقة شجرة. شوفوا مستخبية جوه ورقة شجرة، عاملاها خيمة كده وداخلة مستخبية فيها. الضفدعة ذات الأنف الأفطس. دي لقاها بقى جاهزة فوق الحجرة واخدها على طول. دي ذات الأنف الأفطس إياها. دي كانت لئيمة قوي، وقفت جنب شلال مية علشان صوت المية يغطرش فما يسمعش الخفاش حاجة. دي اسمها الضفدعة الخضراء، ودي بصرها حاد جدا ورجليها طويلة ولها قفزات رهيبة، فبتقدر تهرب من الدراكولا. شوفوا عينيها عاملة ازاي. فبيجي صاحبنا تروح هي نطة 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 عظيمة ما يحصلهاش. كل أنواع الضباب. شوف شوف النطة الحلوة دي. لكن ازاي بيميز بين ضفدعة سامة وضفدعة غير سامة؟ بالصوت لازم، لأن كل ضفدعة من دول لها صوت بيعرفه. هربت منه تحت ورقة الشجر. شوفوا بيشمشم ازاي؟ وشوفوا الشريحة اللي فوق مناخيره دي اللي بيبعت بيها السوبر سونيك، أمواج ترتد وتديله فكرة مظبوطة دقيقة عن مكان الضفدعة، فينزل عليها في الضلمة ونشان ولا يخيب. وعنده قدرة رهيبة إن هو ينزل في المية ويعمل تيكوف من المية رأسيا. حاجة غريبة، يعني قدرة على الأكروبات والمناورة مش عادية. كائن عجيب. شفنا الخفافيش قد ايه بتاكل، الواحد بياكل له 15 20 ضفدعة. لكن وايه يعني؟ طب ما هو الضفدعة بتخلف بالالوف، وكذلك الضفدعة بتاكل حشرات 20 40 60 حشرة. لكن ايه يعني؟ ما الحشرات بتخلف بالملايين، والحشرات بتاكل ورق شجر، والورق شجر ملوش اخر. فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان هيظل في وفرة وفي فرصة والكل ياكل والحياة تستمر، وفي توازن محسوب، ومفيش واحد بيقش كل اللي على الترابيزة. شفنا كمان قد كده الكفاءة القتالية والأسلحة المتكاملة اللي ربنا اداها للخفاش العجيب ده، صياد ليل، وعن طريق البصر والسمع والشم، وعن طريق سلاح السوبر سونيك اللي بيبعته وبيرتد وبيحدد المكان في الضلمة، بينزل زي الطائرة المنقضة ونشانه ما بيخبش، وجناح غريب غشائي أي تمزق فيه يلتئم من تلقاء نفسه، وناعم وما يديش صوت. أسلحة غير عادية. لكن في مقابل كده برضه إيه إدى للضفدع؟ إيه بقى؟ أسلحة عديدة. إدى للضفدع سم تحارب بيه وتحمي نفسها، وإداها قدرة على القفز، ورجلين الورانية طول كده تقدر تقفز قفزات عجيبة وتهرب. وإداها أهم من كده كله كسرة النسل. إيه يعني؟ ان الوطواطي كله 10 15 ضفدعة، ما انت بتخلف الوف، وبذلك سيبقى النوع رغم الحرب المستمرة.
ايضا تنوع المائده الغذائيه، يعني الخفافيش دي قبيله او عده قبائل وامم 800 نوع. هذه الانواع تتعدد المائده الغذائيه، فتلاقي واحد ياكل الرحيق، واحد حبوب اللقاح، واحد ياكل فواكه، واحد ياكل ثمار، واحد ياكل الحشرات، واحد ياكل سمك، واحد ياكل ضفادع، واحد ياكل دم، يمص دم مثلا. هذا التنوع ادى فرصة ان ما فيش حد يجوع. والخفاش رغم وبيطير لكن هو مش طائر، هو حيوان ثديي، والجناحة دي عبارة عن ذراع متحور أضيفت إليه المساحة الغشائية، وعشان كده هو مش بيبيض، هو بيولد. وعشان يولد وهو رجليه فوق وراسه تحت متعلق كده من غصن الشجرة، يبقى ما فيش حل غير إن الأم عند الولادة ما تقطعش الحبل السري، لأن لو قطعت الحبل السري زي ما بيحصل في كل الكائنات هيقع المولود على طول، لأن الخفاش واقف بالمقلوب. فأصبح بإلهام رباني الأم الخفاشة دي هي الوحيدة في الحيوانات كلها اللي ما تقطعش الحبل السري عند الولادة عشان يظل المولود متعلق منه. من أعاجيب ما يسمى التناسق والنظام في البيئة اللي بيسموه الإيكو سيستم، اللي هي البيئة اللي فيها كل واحد يأكل التاني. بنلاحظ ان رغم ان كل واحد ياكل التاني الا ان كثرة النسل هتظل تضمن وجود وفرة هائلة من الطعام موجود. ثانيا معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل واحد من الحيوانات دي في هذه البيئة رزقه في حجر التاني، فهم محتاجين لبعض فلازم يعيشوا بيئة واحدة، لان كل واحد بياكل التاني وكل واحد رزقه في حجر التاني. وده عمل نظام غريب في هذا النوع من البيئة. أولا ضمن ربنا سبحانه وتعالى بحكم وفرة النسل وكثرته إن هتظل المائدة عامرة والعشائر الرباني موجود طول الوقت. وأيضا ضمن العلاقة المتينة بين كل الأعضاء، لأن كل واحد عايش على التاني. لما بيجي الإنسان بحماقته ويروح عامل رشش مبيد قال ايه بيطهر البيئة، بتكون النتيجة ان هو بيهدم حلقة من الحلقات دي فتنهار البيئة كلها مرة واحدة، لانها كلها حلقات ماسكة ببعضها. فيجي الانسان يتدخل عشان يقول لك اطهر البيئة مش عارف ايه، فهيكسر حلقة من الحلقات دي فتنهار البيئة كلها وينهار النظام اللي فيه. فمثال بليغ على حكمة ربنا سبحانه وتعالى وحسن تدبيره، وأيضا هو مثال للحرب الموجودة في الطبيعة. وزي ما قلنا هي حرب محكومة، حرب محكومة، إن هي في النهاية الصراع فيها مسموح لكن في حدود، والحرب عبارة عن تنازع بقاء وليست حرب إفناء. وإذا طغى فيها جنس على جنس ربنا بيتدخل في اللحظة المناسبة ويشكمه بجبار زيه عشان الضعفاء يقدروا يعيشوا. فهي في النهاية بحكم اللطف الإلهي هي نوع خاص من الحرب، أنا بسميه حرب للحياة. يعني ربنا بيوظف الحرب دي للحياة وليس حرب للموت. وده ضمن الأسرار العجيبة بتاع الصراع في الطبيعة، وإن صراع يحكمه اللطف الإلهي والرحمة الإلهية. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.